كل حاجه. بحب الشعبي وبحب الهيب هوب وبحب كل حاجه. قبل ما تعملي المغامره ايه الغنوه اللي جايه على بالك دلوقتي حالا؟ والله وقعت بفكر فيك كتير، بالي عليك مشغول. طب يلا استعدي لمغامرتنا بقى عشان دلوقتي طايره هطير وتشوفي مصر من فوق واسوان بالتحديد. بلدنا وحلوه يعني اكيد هستمتع. يلا مصر بجد. نجوم السماء